السلام عليكم أحسن عائلة في يوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوك. كيف ما عودناكم لافامي، ديما كنهضروا لكم على جديد الهجرة إلى كندا، وهذه المرة حبيت نهضر لكم على لي فورماسيون لي بلو دوموندي أو لي ديبلوم اللي ممكن تدير في كندا، وغادي يكون عندك غيخولوك باش يكون عندك واحد مدخول طالع ويكون عندك مستقبل زوين ليك ولافامي ديالك. دونك نبداو على بركة الله بأول فورماسيون اللي ممكن دير، وخصوصا نبدا نهضر على لي دي او بي ولي دي او سي. أول دي او بي اللي ممكن دير وغادي يعطيك مستقبل زوين وان بون روفوني، هو غنبداو بلو دومين ديال لا سونتي، لو سيستيم دو سونتي. كما كتعرفوا كاين دي او بي ديال تكنيسيان ميديكال، دي او بي ديال انفيرميي انفيرميير، وكاين دي او بي ديال تكنيسيان دو لابوغاتوار. هادو سو سون لي دي او بي، البرومي دي او بي ديال دومين دو سونتي اللي غيعطيك دراهم مزيانين وغيخولك باش تقدر تخدم مع الغوفيرنومون، والسالير بيان سور من 25 حتى 30 دولار، وغتبدا مع الحكومه والخدمه مع الحكومه زوينه ومزيانه. غنبداو معكم بالخدمه الثانيه اللي كتبان ليا مزيانه، الدي او بي الثاني اللي هو ميكانيك دو باتيمون. كما كتعرفوا الناس اللي ديجا كاينه في كندا والناس اللي ناويه تجي في كندا، لو تكنيسيان لو ديبلوم ديال ميكانيسيان دو باتيمون سي ان ديبلوم كي تري تري دوموندي، وبزاف ديال الناس لي ماروكان لي الجيريان اللي جاو وداروا هاد لي دو بي، ودابا الحمد لله راه كيخرجوا، باقي ما كملوش لا فورماسيون، كيجيو عندك الشركات كيقول لك فوالا واش ممكن تبدا معنا، ممكن تخدم معنا بسالير ديال اكثر من 25 دولار. هادي غير في البدايه، من كتولي سينيور كتولي شي 30 35 دولار. نبدا معكم بالدو بي الثالث اللي هو دو بي ديال الريزو تيليكومونيكاسيون. كاينين لي ميتي ديال الانفورماتيك اللي مطلوبين بزاف، ودابا غادي نهضر لكم على لو ديبلوم ديال الريزو اي تيليكومونيكاسيون او لو ديبلوم ديال لو ديفلوبمون. هادو جوج ديال لي ديبلوم في الاي تي، يعني في الانفورماسيون ديال التيليكومونيكاسيون، اللي غادي يخولوا لك باش يكون عندك ريفوني زوين وسالير ديال 25 دولار باش كتبدا، ومنين كتولي سينيور كيولي السالير ديال 30 35 حتى 40 دولار. ولكن تي بي دوبل راه غتخسر بلا 6 سوايع اضافيه، غادي تولي تخلص دوبل. بالنسبه لي دي بي اللي هو الرابع اللي هو الالكتروميكانيك والوزيناج، يعني التور. هذا دي او بي هو مليح، كي غيعطيك اكسي للخدمه بكل سهوله، قبل ما تخرج الشركات غيبداو يجوا عندك باش يطلبوا منك انك تبدا معاهم، والسالير الله يبارك راه سالير تري 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 بون سالير. يعني هذا هما الاول، هذو هما لي ديبلوم اللي بانوا لي مزيانين. غنزيد معكم لو دي او بي اللي موراه اللي هو ميكانيك اوتوموبيل. كما كتعرفوا الميكانيسيانات هنايا في كندا راه كيخدموا بحالهم بحال لي ميتسا، يعني بحال لا ميتسا، كتكون عندك ديبلوم ديال الميكانيك كتخدم في الشركات، كتولي دير لا ريباراسيون دياغنوستيك شونجمون دي بنو ديال لي زوطو، وهذه راه كتعطيك واحد لو ريفوني طالع وزوين. وكنبدا بالميكانيك ديال لي زوطوموبيل، كاين الميكانيك ديال بوالورد، وكاين الميكانيك ديال لي زونجان دو شونتي ديال الماكينات لي ماشين اللي كيخدموا في لي شونتي دو طرافاي. هذا دي او بي مليح. لو دي او بي اللي هو كيبان ليا ساهل وساهل بزاف عاوتاني، هو لو دي او بي ديال كاميونور. الناس اللي كيجيو عن طريق الاقامه الدائمه كيجيو كيديروا دي او بي ديال كاميونور ديال 6 شهور، من مراها كتخرج كتخدم اوتون كو كاميونور شوفور ديال الرموك، ومني كتخدم شوفور ديال الرموك راه كتاخذ كتخلص اكثر من 26 دولار هذه في البدايه، ومني كتولي حريفي راه كتولي عندك 30 35 دولار، زائد كتولي كتضرب الانترناسيونال كتخلص بها مليح. وهادو داكشي علاش في الاخر بغيت نقول لكم خوتي الله يرحم الوالدين، ديروا اتونسيون. مناش بغيتكم ديروا اتونسيون من واحد اللقطه مهمه، شنو هي هاد اللقطه اللي بغيتكم تردوا منها البال؟ هي لي فورماسيون ديال 1300 ساعه. كاينين دي دي او بي ديال 1300 ساعه، كاينين دي دي او بي ديال 1350 او لا او سي. هادوك لي او سي خوتي راهم ما يمدوش لكم الاقامه الدائمه من بعد، خاص تعرف على هاد لي فورماسيون اللي عطيتك، سو سون دي دي او بي ديال اكثر من 1300 ساعه، ومني غتشد لو ديبلوم ديالك هذا هو لافونتاج، سيكون من بعد غيكون عندك اكسي باش تدفع في لو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز وتاخذ الاقامه الدائمه. وهذا هو لوبجيكتيف ديال الفلوغ ديالي، هذا هو الغايه، كنعطيكم دي فورماسيون اللي يكون عندك مستقبل زوين، وفي نفس الوقت تكون عندك اكسي لا ريزيدونس بيرمانون. ما بغيتكمش تمحنوا خوتي، ما بغيتكمش تخسخوا وتشد ديبلوم وتقرا وتخسخ بوندون عام ونص، في الاخر فاش بغيت تاخذ الاقامه الدائمه يقول لك حاح قال لا الديبلوم ديالك ما فايتش 1800 ساعه. خاص الدبلوم يكون فيه اكثر من 1800 ساعه باش موراها تدفع في لو بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز، وموراها غادي تاخذ سي اس كي وتاخذ الاقامه الدائمه.
دونك هادو هما لي فورماسيون اللي مزيانين اللي ملاح، يعطوك مستقبل زوين اللي كل الوليدات ديالك، ويعطوك دراهم ملاح، يعطوك ان روفوني زوين اللي تكون انت ترونكيل في ليسبري ديالك. وراه حتى حاجه ما كتجي سهله، اي حاجه كتبغي الصبر، كتبغي الخاطر، كتبغي التحدي. ونوصيكم ما تقولش لي حق الواد انا راه شرفت، لاج نا با دامبورطونس. واخا يكون في عمرك 40 عام 30 عام 46 عام، ممكن انك تعاود دراسه ودير فورماسيون وتخرج وتخدم على راسك وعلى وليداتك. هادشي علاش اخوتي ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، ما يخلعوناش. ما تنساش تابونا معنا، تخلي لي لايك، تخلي لي كومونتير، تشارك معنا في لاشين باش لافامي تكبر. ويونس كيحييكم من كندا، والناس اللي راها دافعه وغادا في لابروسيدور، كنتمنى لكم التوفيق في البروجي ديالكم. الناس اللي راها دافعه باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت، ما بقى لكم والو الا كنتو غادي في الاجراءات. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتاخذوا الكواغتكم وتجيو لكندا باذن الله. هادشي علاش ما يخلعوناش، الله يسهل عليكم في مشروع الهجره ديالكم، وتبارك الله عليكم، احسن عائله في اليوتيوب.